صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشام. صور آلافا من بشر شردها طول الإجرام، شردها طول الإجرام. صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشام. صور آلافا من بشر شردها طول الإجرام، شردها طول الإجرام. أخبرهم أنا إخوتهم ونعانق دين الإسلام. صور يا عمي خيمتنا إن بقيت في الثلج خيام. أخبرهم أنا إخوتهم ونعانق دين الإسلام. صور يا عمي خيمتنا إن بقيت في الثلج خيام. لا موقد نار يدفئنا، لا حطبا لا بعض حطام. قرب عدساتك من صحني، كيف خلا من أي طعام، كيف خلا من أي طعام. هل تعقل أنا من فقر لا نجد الخبز لأيام؟ هل تصل الكاميرا يا عمي لتسجل صيحات عظام؟ هل تقدر أن تصف عذابي أو تنقل صوت الأسقام؟ أو تسمع آهات فؤادي وتبلغ عنه الأقوام؟ الدم يتجمد في عرقي ويجمد معه الأحلام. أتوارى عن أمي وأبي لأخفف بعض الآلام. فالعجز يقيد أيديهم حتى ضحوا كالأيتام، حتى ضحوا كالأيتام. لم تكن المأساة الأولى، بل خطب ثلاثة أعوام. أعلم أن الأمة تجهل حالي يا رجل الإعلام. لا يمكن أن يبلغ خبري للمليار وهم كنيام. لن أظلمهم ولذا صور، فالظلم شقاء وحرام. أتريدون الجنة صدقا والفردوس وطيب مقام، وجوار محمد في خلدي والنظر لوجه العلام؟ جودوا مالا جودوا حرفا ودعاء في جنح ظلام. جودوا مالا جودوا حرفا ودعاء في جنح ظلام. وأروا المنعم منكم خيرا حتى يجزي بالإكرام. أستودعكم ربي حتى ألقاكم في دار سلام، ألقاكم في دار سلام. صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشام. صور آلافا من بشر شردها طول الإجرام، شردها طول الإجرام. صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشام. صور آلافا من بشر شردها طول الإجرام، شردها طول الإجرام.